ومعنا في الاستديو عبد القادر والأحمد، عضو لجنة الدعوة والمناصرة لقانون الصحة الإيجابية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، يعطيكم العافية. يعني بداية، أين وصل القانون موريتانيا الخاص بالصحة الإيجابية مثلا؟ هل من حاجة أصلا إلى هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا هذا القانون يدخل في نطاق ضمانات حقوق للإنسان. كما تعلمون الصحة حق، والصحة الإيجابية فرع من الصحة العامة. والحق عندما يكون موجود لابد أن يكون يعرف من هو المسؤول عن تقديم هذا الحق، ومن هو المستفيد، والظروف التي يمكن أن يتم فيها هذا الحق. إذن كل هذا إذا لم يتم تقنينه ستكون هناك أيضا فراغ، وهذا الفراغ هو الذي نريد القانون أن يملأه. إذن الحاجة لوجود قانون في هذا النوع لابد منه، لأن المستفيد لابد من أن يعرف من هو صاحب، من يطلب الحق لمن، وأيضا المستفيد لابد من يعرف، وأيضا كذلك مقدم الخدمة لابد أن يكون هو أيضا محمي من الناحية الخدمية، لأن هذا القانون دائما عنده جوانب. طيب، في جانب يتعلق يعني بمقدم الخدمة وقدم المستفيد، وأيضا من هو أيضا اللي هو النظام العام هو اللي مسؤول عن تقديم هذا الحق. طيب، يعني هو ماذا الذي مثلا يتضمنه مشروع قانون الصحة الإيجابية هذا مثلا، الذي طبعا تنظم من حين لآخر ورشات وملتقيات دائما حول هذا القانون؟ شكرا. هذا القانون بصفة عامة كأي قانون ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم متعلق بالواجبات، وهذه الواجبات طبعا محددة بما يتعلق من تحويل هذه الحق إلى خدمة، معناها الخدمات كاملة الموجودة اللي هي اللي ستقدم بما يتعلق بالصحة الإيجابية محددة فيه، وتعاريف أيضا، وكذلك أيضا من هو المخول له أن يقوم بها، وأيضا من هو الفئة المستهدفة به. هذا جانب. الجانب الآخر هو أيضا جانب يتعلق بذلك قال له الواجبات. الواجبات من أيضا بالنسبة للمقدم الخدمة لابد من يعرفه الظروف اللي تجرى فيها الخدمة، وكذلك أيضا مقدم الخدمة اللي هما الأطباء والممرضين والقابلات أيضا لابد من يعرف كلهم تحديد مسؤولية ما يتعلق بهذا الحق. إذن هو كأي قانون عنده واجبات وعنده أيضا حقوق، وأيضا عنده ظروف يقام بتطبيقه فيها. طيب، يعني أريد الآن أن نعرف من هي الجهات يعني الرئيسة والأساسة الأساسية التي تولت وضع مشروع قانون الصحة الإيجابية. أي قانون؟ يعني مثلا ما هي أبرز معايير التي روعيت في 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 هذا القانون؟ هذا القانون الجهة الوحيدة المخولة بإصداره هي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. لكن أي قانون يتناول هذا النوع من الحقوق اللي عنده جوانب وحساسيات لابد أن تكون أيضا أطياف المجتمع المدني وأطياف أيضا الفاعلين المشرعين لابد أن يتم نقاشه وتداوله، وأيضا يشرك فيه قادة الرأي من الإعلاميين والعلماء وما إلى ذلك، لكي يضمن أن يكون هذا القانون يخرج أولا إعلان الوعود، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الأساسية، لأن كل دول العالم فيها قانون للصحة الإيجابية، لكن كل دولة لابد أن توائم هذا القانون مع أولا مع تشريعاتها الأساسية، وكذلك أيضا مع ظروف اللي تقدم فيهم الخدمات، وكذلك أيضا مع أيضا الرأي العام والعادات. طيب، والتقاليد التي هذا واضح، يعني الخصوصية يكفي. طب ما أبرز التحديات مثلا التي تواجه الصحة الإيجابية في موريتانيا برأيكم؟ شكرا. الصحة الإيجابية كمحور أساسي من الصحة أكبر تحدي يتحداها هو هذا اللي قاله العقليات. العقليات لأنها هي أصلا مرتبطة بجانب أصلا مسكوت عنه، وهذا الجانب المسكوت عنه هو اللي يختلط فيه بعض من العادات اللي أحيانا تكون ضارة وأحيانا تكون معيقة لهذا اللي قال له الولوج إلى هذه الخدمات، وهذه هي التحدي الأساسي. التحدي الثاني هو على أنها أيضا عندها امتدادات على كل المناحي الحياة، يعني معناها امتدادات على كل مناحي الحياة مثلا. يعطيكم العافية عبد القادر الأحمد، رئيس مصلحة التثقيف الصحي بوزارة الصحة الموريتانية. شكرا جزيلا لك، ونحن نشكركم أيضا.